يا أهلين فيكم، أنا ساشا تيوب، رجعت لكم بفيديو جديد ومقطع جديد، يا رب تستفيدوا منه وتستمتعوا. بس قبل ما نبدأ لا تنسوا تدعموا قناتي بلايك وشير واشتراك، وخلونا نوصل الفيديو لألف لايك وانتو قدها. وقبل ما نبدأ لا تنسوا تصلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. ويلا ما أطول عليكم، خلونا نبدأ القصة. تقول صاحبة القصة باختصار: أنا تزوجت وسكنت في عمارة فيها أخوان زوجي وعوائلهم، الصدق كنت رسمية منشغلة بحياتي، دوامي مرهق مرة، أرجع الساعة 5 العصر متعلقة في زوجي جدا جدا، أشوف إنه هو الحياة بعينه، مو مقصر علي بشيء، رومانسي متعاون، أجي من الشغل وهو مجهز الغداء ومنتبه لولدي، عندي عاملة أندونيسية. في شهر من الشهور لاحظت تغير زوجي علي، وبعدها بفترة صار 24 ساعة منشغل عني وصوته عالي ينتقدني كثير، وبعدها صعقت إني صرت ألقى آثار خيانة زوجية في غرفة نومي. واضح زوجي مو منتبه إن ذي الإنسان اللي تدخل غرفتي كل مرة تترك لي أثر عشان أعرف وين خرب بيتي. كنت كل يوم أنكسر زيادة وأحقد عليه وأكرهه، لكن ما زلت صامتة وأجمع الأدلة. شغالتي كانت دايم نظراتها غريبة، كأنها تبي تعلمني بشيء أو تخليني أنتبه لشيء. قمت أنا شكيت فيها، وبعد جمع الأدلة رحت صارحت زوجي وحطيته أمام الأمر الواقع عشان ما يقدر ينكر. طبعا انهار قدامي وبكى بكاء أطفال، ووعدني إنه توبة ما يكررها. قلت بسامحك بشرط أعرف مين هذه اللي تخونني معاها. قام قال لي: الشغالة أغرتني وضحكت عليك وشكلها سحرتني. يا الله قد إيش احتقرت بزيادة. رحت كلمتها وصدمتي فيها قوية. أنا مو مدحن في نفسي، بس تكفلت بعلاج أبوها وأعطيها ضعف راتبها، وما قصرت معاها بشيء، وتكفلت بدراسة عيالها وكنت أحسبها وفية. طبعا أنكرت كل شيء وكانت تبكي ومنهارة وقالت بعلمك الصدق. رفضت أسمع منها وطلعتها الملحق وحبستها. ودي أشفي غليلي، نار في صدري عيت تنطفي. كنت أضربها بشكل يوم وأعطيها قليل أكل وموية عشان ما تموت، إلين ما جاء وقت رحلتها. سفرتها بدون رواتبها الأخيرة، ممكن لها عندي 10 آلاف. بعدها تعدل زوجي وما زلت مجروحة، لكنه يحاول يرضيني بكل الطرق. مرت 7 شهور وكتب الله وحملت، وكنت تعبانة ذيك الفترة. في يوم رجعت من دوامي بدري، زوجي كان برا، ورحت جبت ولدي من الروضة ورحت البيت، والصدمة لقيت آثار خيانة جديدة. بس هذه المرة قررت أسكت وأحط كاميرات مراقبة، وضبطت خطتي وليتها ما ضبطت. المصيبة كانت مفجعة، كانت سلفتي للأسف زوجة أخوه، وما قدرت أضبط أعصابي. أرسلت المقطع لكل أخوانه وأخواته وشلت طفلي وطلبت الطلاق ورحت بيت أهلي، ولا عاد فرقت معاي، خلت ولع بينهم نار ويتقاتلون. تم طلاقي وهي تطلقت واخذ زوجها عيالها منها، اما طليقي نبذوه اهله وقاطعوه وتكتموا على الموضوع، وانا ما صرت اذوق طعم النوم. اتذكر الشغالة اللي ظلمتها، صرت استرجع الاحداث، وكانت ودها تعلمني كل مرة لكنها تخاف، وكل ما كانت تجي عندي سلفتي هذه كانت تنافخ عليها. كنت استغرب تصرفاتها، لكن على عيوني كان غشاوة ومصدقة زوجي. ذبحني تأنيب الضمير ورحت تواصلت مع المكتب وجبت أرقام مكتب أندونيسيا، إلى أن وصلت لرقمها بعد ممكن 8 شهور من البحث، وكلمتها وبكيت وتسامحت منها وحولت لها ضعف الفلوس اللي كانت لها عندي. والله من قوة الموقف دخلت عيادات نفسية وصار عندي أدوية وجلسات، حبيته من كل قلبي وهذه آخرتها. وبعد الظلم اللي ظلمته الشغالة تنكدت حياتي زيادة، وقدر الله وجبت طفل مات بعد الولادة بساعات. لو كنت متأنية وفكرت بعقل وسمعت منه ممكن ما كان ظلمتها، لكن ربي أراد هذا الشيء، والحمد لله إني وصلت لها وقدرت أتسامح منها وأعطيها فلوسها. نصيحتي لكم: العمالة المنزلية سواء شغالة أو سواك أمانة عندكم، ولازم نتعامل معهم بحرص وكمان نرحمهم، لا إفراط ولا تفريط، التوسط في كل شيء مطلب. أني في الأمور وعدم التسرع، وما أكثر ما يهلك الإنسان ويزل بسبب التعجل في الأمور، سواء في نقل الأخبار أو في الحكم على ما سمع أو في غير ذلك.
هذه هي الحكمة اللي أخذتها من حياتي، التسرع والتهور في الحكم يوردك المهالك. القصة الثانية تقول صاحبة القصة: موقفي ممكن يفشل شوي، مرة ما أنساه، زوجي الله يسامحه طيب بس عصبي وقليل أدب، يمد يده علي بدون احترام. كانت عندي عاملة منزلية أحبها مرة، وزوجي مسافر انتداب 6 شهور، أنا وياها زي الأخوات، ورجع من الانتداب وكان أول مرة يشوفها، وعادي مشت الحياة. بعد فترة خاصمنا أنا وزوجي، وكالعادة انفجر علي سب وقام مسك شعري يضربني، وشافته العاملة وانهبلت وقامت شالته ورمته في الأرض مرة ومرتين وثلاث. قمت أصيح، خفت عليه يموت، وهي شاشت تقول: مدام لا مدام لا، انت كلب انت كلب. واغمى علي وصحيته، وقعد في السرير 4 أيام حيل ومهدود وتاب، والله ما عاد مد يده علي، راحت الله يستر عليها، لكن ما زال تأديبها له موجود، والله ما رفع يده علي من بعد ذيك الأيام. القصة الثالثة تقول صاحبة القصة: أحيانا مو كل الرجال عينهم ما يملاها إلا التراب. أنا لسه كنت في فترة ملكة، وزوجي كان يجينا زيارات، يوم كنا مشغولين كلنا وأنا كنت جالسة مع زوجي، استأذنت منه ربع ساعة أطلع غرفتي وأرجع له، لقيت الشغالة تقول لي: راح زوجك. وقل لها: في شي؟ تقول لي: لا، بس كانت مرتبكة مسكينة، بعدها بفترة صارت بيننا مشاكل ووصلت للانفصال، ويصادف الشغالة تحكيني إنه زوجي تحرش فيها ذاك اليوم وأخذ رقمها بالغصيبة ويدق عليها يسألها: لما تروح إجازة كلميني وأعطيك فلوس. هي خافت إنه ما حد يصدقها عشان كده سكتت وقتها. فعلا العمالة المنزلية أمانة عندنا، خافت ما حد يصدقها المسكينة. من جد هذاك الآدمي مرة بجيح، كمان في فترة ملكة وسط بيت أهلك يسوي كذا؟ من جد الرجال عينهم ما يملاها إلا التراب. بس والله انتهت قصصنا لليوم، أتمنى تكونوا استفدتوا منها حاجة، وإذا عندكم قصص حلوة تبوني أقولها أرسلوها لي على الإنستجرام، بحط لكم رابط الإنستجرام في صندوق الوصف، أو أرسلوها على السناب ويكون رابط السناب مثبت في التعليقات. في أمان الله.